في أسباب كثير ممكن تؤدي إلى الصلع أو حتى أنه الشعر يتساقط ويصير أكيد شعر المرأة أو الرجل على حد سواء خفيف، وهذا اللي كان مرفوض تماما واللي يخلينا نخاف على جمال شعرنا تحديدا. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر وإيش هي العلاجات الجديدة مع رحب في الاستوديو بالدكتور هشام المداح. حياك الله دكتور هشام. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. المرأة جمالها في شعرها وهو التاج، والرجل كذلك صار يهتم انه دائما يكون شعره دائما صحي ويكون حيوي وكثيف فعلا. لكن خلينا نتكلم عن اسباب تساقط الشعر في البدايه على السريع قبل ان ندخل على العلاج وعلى التقنيات. طيب، تساقط الشعر له اسباب كثيره، ممكن تكون اسباب بسيطه جدا. قشره واحد، ودي اكثر الاشياء الموجوده عندنا في المنطقه. تغير الجو، أول ما الناس تقول قشرة يقول لك والله عشان بلبس طاقية وشماغ، هذا عامل زيادة وليس سبب. القشرة بتكون عبارة عن دهون في بشرة الرأس، لما بتنشف بتبدأ تتقشر فبتاخذ الشعر وبتطيح. طبعا أي واحد يلاقي شعره بزيت يبطل يحط زيت، صحيح، رغم أن العكس صحيح، وداويها بالتي كانت هي الدواء. لو زيت فروة الرأس ما حيطلع الزيت مع الشعر وما يطيح الشعر. طيب، القشرة بسبب تغير الجو، احنا عندنا منطقة المملكة تقدر تحصلي 10 فصول في نفس اليوم. الجفاف، الموية، اي واحد يدخل على اي صيدلية وياخذ الشامبو، هل ينفع مع شعره؟ اختياره غير موفق او غير موفقة في اختياره. يجي يقول مثلا شعري دهني، ايوه شعري دهني، فلانه قالت الشامبو ده شكله حلو اخضر وباستك من فوق اصله بس حلو، لا بتروح مستخدمته. الكلام ده غير صحيح. انا الشامبو كل واحد على حسب طبيعه فروه الراس. تمام، اللي شعرها جاف لما تستخدم للشعر الجاف حيزيت معاه الشعر حيطيح اكثر. فدائما الواحد لازم تشوف الطبيب عشان يقول له افضل لك النوع هذا منه. طب هذا اللي شعره جاف يستخدم شامبو ايش؟ دهن. الشعر العادي دائما نستخدم للشعر العادي، الا في الناس اللي يكون شعورهم دهنيه بزياده تستخدم ميلهم الجاف اللي هو ما هو راضي الدهون توقف تماما. اوكي، فانا هي نقطتي انه اختيارك للشامبو لازم يكون بتمعن، صحيح، مش بس اي واحد يقول لك شامبو واستخدميه على طول. تمام، فاكبر عامل كانت القشره. اثنين، حتلاقي نخش عليكم انتو بنات في حكاية السشوار. السشوار العدو الاول لينا احنا اطباء الجلدية قبل ما يكون عدو لكم. اثنين او ثلاثة، الصبغات. دحين انا تجيني بنات في العيادة عمرها 11 12 سنة، اصل شفت منى عملت مش عارف ايش خصلة ميش. طبعا الميش ده واصل للناحية الثانية. طيب، نفس الصبغه دي بتاثر على جذور الشعر. طب انت انسي الشعر هذه خلاص، الشعره مجرد ما تحطي عليها صبغه وتيجي تقول لك ما فيها امونيا، الكلام ده غير صحيح، ولا ما حيتلون. طيب، اول ما تخرب الشعره اعملي حسابك ان الشعره دي لحد ما تروح هي خربانه طول الوقت. اوكي، طيب، زين، قشره، صبغه، السشوار والبلوينج اللي هو يكون حار. طيب، كل ده انتوا لاحظتوا، انا ما تكلمت على الاشياء الطبيه، ما قلت الجينات، ما قلت اسباب التصاقط. ايوه، هذه بس عوامل، ده انا بس عوامل تعريه خارجيه. صحيح، الغطا يساعد، بمعنى اللي لابسين طواقي واشمغه طول الوقت، مش انه واحد يلبس شماغه وطاقيه او يلبس عبايه ولا يلبس طرحه، بس اللي يقعد 8 ساعات مكبوس الراس طول الوقت. دائما اقول هوي الراس. دائما بنات لما يجوني يقولوا مثلا بتشتغل في مستشفى او في مكتب وقاعدين في مجتمع، اقول له بابا كل ساعه خشي الحمام فك عن راسك، هويها شوي. اوكي، عشان تتنفس. زي ما اقول عده انواع شامبوهات لما تخشي على حمام وتختاري اي شامبو تلقيه في الحمام. المويه الحاره، انت تلاقي ناس كثير تستخدم مويه تقول لك اذا ما اشوف الحمام بيبوخ بخار، ما نفع معي. صح، هذا ينشف. ايش بيسوي؟ بيدوب الدهون اللي في فروه الراس. طب لما تدوب الدهون ايش حيصير؟ حيطلع دهون تعوض الدهون حقت فروه الراس، فيحصل تساقط
في الشعر. صحيح دكتور، حتى من النصائح اللي هو المفروض يكون آخر، على الأقل آخر دش يكون بارد، آخر الدش بارد. ودائما أقول لهم يا ريت الموية اللي بتشربوا منها الشاي يكون عندك قارورة صغيرة شطفة أخير، لأنه صح. مش الموية حقت البلدية الوحشة، المواسير حقتنا تسليكاتها دايما يكون فيها رواسب. فقول آخر واحدة، بدل ما تروح تجيبي لي حاجة بعشر عشرين ألف ريال فلتر، قارورة موية حقت اللي أنتوا بتشربوا فيها موية شطفة الأخيرة. طيب يا دكتور، يعني الحين زي ما ذكرت مجموعة عوامل خارجية، ويمكن كمان التريتمنت، أنا أبغى أدخل على التحاليل يا دكتور والتكميلات. طيب معظم البنات، ودائما البنات ليش أقول، لأن البنات تيجي تقول أنا أبغى أسوي دايت عشان جسمي عشان لبسي. ساعات الدايت غلط، بتأخذ الدايت إن أنا أوقف أكل أوقف أوقف، طبعا بتبدأ تنزل. الجسم لازم يكون متوازن. لازم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة وسطة، لازم الواحد يأخذ في كل حاجة. حتى الدايت الصح بتأخذي كل حاجة، بتأخذي الدهون، بتأخذي النشويات، لأن جسمك محتاجه. فتلاقيهم جايين يقول لي والله أنا أخذ دايت بس لا بتأخذ فيتامينات مينرالز أملاح، كل ده بيأثر. طبعا أضعف شيء في جسم الإنسان شعره. عطستي نزل الشعر، غضبتي نزل الشعر، زعلتي نزل الشعر، اتخنقتي مع الشعر، هو ده أكتر شيء. طيب إذا قبل ما نقول أنت إيش سوي تحليل، طيب ما أنت الأشياء هذه راجعي نفسك قبل ما تسوي التحليل هذه. هل أنا من الناس اللي زي كده؟ هل أنا إنسان عصبي؟ احنا نخش في الناحية العصبية، واحد متنشن طول الوقت، واحد معصب، واحدة زعلانة، معلش أبويا الله يرحمه كان يقول كلمة، إذا في مشكلة تعرف تحلها سويها، ما تعرف تحلها سيبها، حتروح وترجع بحلها بعدين. لو أنا زعلت ولا أنا عصبت عليك، حستفيد ححل المشكلة؟ لا. طيب ليش تعصبي؟ أصل فلانة أخذوا مكاني وأعطوها هذه. طب أنت عصبتي في النهاية، ولا حد داري عنك، أنت قومي اشتغلي على نفسك، هتلاقي تأثرت شعرها، تأثرت، صار وزنها يا سمن يا رفع يا نحف. فالعوامل الخارجية ويتغير كمان اللون، وممكن يسبب تجاعيد. اسم الله عليك، هذه حاجة تانية. في شكل أنا ما أعصب، طيب بس أضحك والمصارة بس أضحك ولا. طيب ما برضو الضحك عبارة عن كتمة الأشياء جواك، أنا مش هحللك نفسي بدل مبكي يعني. أوكي. في عامل دحين حاجة ودي أتطرق لها، حكاية طبعا. التدخين، صاروا البنات من صغرهم يدخنوا أكثر من لازم. المشكلة ما صار التدخين عشان أدخن ولا أشيش، صار إنه عشان أقلد فلانة. صارت أنواع التدخين مختلفة. تمام، فدي برضو عامل يسبب التجاعيد وبرضو يأثر على الشعر. على الشعر، وعشان تروح عند واحدة لازم تعمل سشوار عشان تلحق نفسها، هذه حرقت ونشفت فروة رأسها. كل دي انت لو لاحظتي 80% 90% من التساقط صارت عوامل خارجية. حديك العشرة في المية الأخير، ممكن يكون عامل جيني، ممكن يكون عامل وراثي، ممكن يكون عامل مرضي. الجينات ممكن يكون واحدة أو واحد عنده العيلة فيهم الصلع فيهم هذه. طبعا الشاطر اللي يلحق عليه من بدري، يعني مش يقول آه طب أنا حصلع زي أبويا ولا زي جدي خلاص سيبها. البنت طيب أنا أقدر ألحق، لأنه في أشياء جديدة حتى هكلم عليها دحين، أقلل من الوقت، يعني بدل ما أصلع وأنا عمري 20 سنة خليها 40 50. صح. ماشي. طيب العامل المرضي، بعض الناس بيجيهم أمراض طبعا مش بيدهم، بيد الله سبحانه وتعالى. لا بالله. لازم تعالج نفسك، بتكون جزء منها من الأدوية أو من عبء المرض نفسه. لو واحد الله لا يقدر عنده سرطان، عنده أدوية معينة بتأثر أساسا على الشعر. صحيح. أوكي، هذه يعني نقدر نقول 1-2%. طيب العوامل الوراثية، هل في أحد يعالج تساقط شعر للعوامل الوراثية؟ لا. إبليس إلى الآن لو قال ربي سامحني حيخش الجنة. أوكي. أنا ضد اللي يقول ما في أمل، دائما في أمل، بدم إحنا في لأنها وراثة. معلش، وراثة معناه في أسباب أنا أشتغل عليها. هل الآن علاج الآن زي العلاج من 10 سنين؟ لا طبعا، من سنة طبعا. لا. طيب العلم يتطور، ما من داء إلا وجعل الله له دواء. صح ولا لا؟ صحيح. طيب العامل الوراثي لما نيجي نفسر، يجيني مثلا يقول مريض أو رأس مريض،
أنا أطلع كل المشاكل اللي عنده. إذا ما كانت العوامل أقدر أتعامل معها زي اللي قلناها، أكل، فيتامينات، أشياء زي هذه، أو قشرة، أشيلها الأول وبعدين أخش على اللي بعده. هل أدوية مسببات لها؟ طب إذا الأدوية ممكن أغيرها. طيب نيجي للجينات. لو واحد أو واحدة عندهم صلع وراثي، دحين صارت العلم تطور، صرنا نستخدم حاجة يسموها بلازما، حاجات يسموها الميزو، حاجات الأشياء هذه لما تفكر فيها عبارة عن إيش؟ البلازما عبارة عن صفائح الدم الموجودة في دمك. صحيح. الصفائح أنا أسميها مليس. طيب أنا عندي مكان مكسور، باجي أليس المكان عشان أخلي النبتة تزيد. طيب الصفائح دي شغلتها إن اللي موجودة في دمك تبدأ تخلي البصيلات تبدأ تشتغل، اللي كانت نايمة، اللي ما هي قادرة تحفز، تحفزها لأنها ضعيفة، أنت ما أنت قادرة توصلي لها غذاء كفاية، فأنت بتحفزيها باللي موجود في دمك. طيب إيش الفرق؟ تجيني واحدة تقول لي أبغى ميزو. إيش هو الميزو؟ الميزو عبارة عن طريقة الحقن، وليس ميزو هو العلاج. في حاجة يسموها ميزو بيشيا، ميزو بلازما، ميزو، يعني هي طريقة الحقن المباشر. في يسموها ميزو بيشيا اللي هي فيتامينز اللي إحنا بتتحقن فروة الرأس. يعني أنا عندي في العيادة بنيجي نحط ما بين بلازما ومثلا ميزو بيشيا. الميزو بيشيا عبارة عن بيوتين عالي، فيتامينات عالي، زي اللي عنده مثلا محل حق، خلينا نقول خبز أو حق تميس، انت بتجيبي له الدقيق والمويه وكل حاجه وتقول له يلا اشتغل. فانا بصيله الشعر ضعيفه، حلو ولا لا؟ طيب بقول له تفضل، ادي صفائح الدم، ادي الفيتامينات اللي انت ناقص عليك من الاكل الطبيعي. طيب انا لما اعطيك اياه وريني، مش حكايه بس واحد يحط زائد. يا بابا انا عملت لك جلسات، دحين انت بتاكلي كويس، العوامل اللي بتسبب الشعر تعالي نرجع لك. ناس كتير عندهم صلع وراثي لما تعاملوا مع حكاية الميزو والبلازما بدأ يطلع لهم الشعر الصغير. جميل. هو الشعر موجود بس البصيلات ضعيفة، فتبدأ تشتغل. إلا في حالات نقدر نعددها باليد، هذه اللي حولها على زملائي في جراحة التجميل اللي هو حقت زراعة الشعر في الأماكن الفاضية، اللي باخد من مكان بصيلات معينة بحقنها في مكان تاني. الناس دائما تقول لك والله في تركيا رخيص. صح. طيب معلش لما تفكر فيها، طب أنا في تركيا أنا رايح عند مين؟ بيقول لك ابعت لي راسك على صورة وأنا وأقول لك تعالى. مو علاج، علاج بالواتساب يعني. طيب أول مرة أشوف الكلام. طب دكتور في حاجة مرة مهمة، في كثير من الأشخاص لما يكون عندهم صلع أو بداية صلع أو حتى شعر خفيف ينصحوا بضخ مادة المينوكسيديل. أنا من الناس اللي ما يحب المينوكسيديل. ليه؟ لأنه آثاره الجانبية كثير، إلا في حالات الصلع الوراثي اللي مجبر أن يستخدمه. المينوكسيديل عبارة عن مادة بتشتغل على الشعرة اللي حطيح شعرة، خلاص يعني حطيح الشعرة. فأنا زي اللي أقول له استنى شوي، تمام؟ أوكي. عيبة أني بتطلع شعر في أماكن تانية في البشرة. صحيح. يعني واحدة أو واحد بتستخدمه تلاقي الشعر بدأ يطلع لها هنا. طيب بتخلي فروة الرأس تبدأ تحك زي اللي عنده قشرة، بتبدأ تخلي فروة الرأس جافة، حتى الشعر الباقي التاني بيكون جاف بزيادة. طيب وما ينفع ننقطع عنه، صح دكتور؟ عيبه لو وقفتي العلاج. كأنك يا غازي ما غزيت، الشعر كله حيطيح. طبعا في يقول لي أول ما وقفت العلاج طاح الشعر، هي أساسا كان زي اللي إيش مصمل الشعر. طيب دكتور في كثير من السيدات تحديدا بيكون شعرهم خفيف، بيكون شعرهم قصير مثلا، أو بيعانوا، ممكن يكون وهي نوادر طبعا السيدة اللي تعاني من مشكلة الصلع في أماكن معينة من الرأس، لكن بتعاني من ذي المشكلة، لكن في فترة الحمل هذه المشكلة تكاد ألا توجد عشان الهرمونات. لأن بالضبط، وبالذات لو حامل في بنت. بالذات لو حامل في بنت. طيب لو عشان هرمونات الأنثوية صارت دبل عندها، ما شاء الله، بنوتتها
زائد هي فبتتحسن، وحتى بيقولوا لها انت حامل في بنت عشان ما شاء الله صرت احلى، تصير روبنزل ما شاء الله. طيب روبنزل. طيب دكتور بالنسبه لبعد الولاده، بعد الولاده ليه دائما السيدات بتاثر بهذا الموضوع وبيطيح الشعر للاسف؟ يعني هذه كمان هذه نقطه، هل هو بسبب الفيتامينز اللي كانت هي بتاخذها، هل بسبب الحمض الفوليك لانها كانت بتاخده بشكل يومي لمده 9 شهور؟ لا مش عشان حمض الفوليك، انت لمده 9 شهور كانت عندك حياه اخرى ربنا حاططها في الرحم عمال تاخذ من جسمك. تمام، كل الهرمونات والفيتامينز بتاخذ. لما نزلت المراه في فتره الولاده بينزل مع الدم ومع البيبي كثير من الفيتامينات. والحاله الله يديهم الصحه والعافيه، انتوا يعني من جد الجنة تحت أقدام الأمهات. من اللي بيشوفوه في التسع شهور هذه من وقت الولادة ما هو سهل، بينزل حاجات كثير يبغالها الشاطرة اللي مجرد ما تولد على طول تبدأ ترجع لحياتها الطبيعية وتبدأ تاخذ. كانت أمي الله يرحمها تقول تمسك إخواتي البنات وتبدأ تشتغل عليهم بحاجات طبعا حق زمان، اللهم الدفاس وهذه الأشياء كلها طبعا. لو لاحظتي الأشياء هذه هاي في الشجر في الكربوهيدرات، الأشياء هذه كلها بترجع كل حاجة غير الدجاج البلدي هذيك. أوكي، فهذه كلها فيتامينات وغذاء صح، صحيح، فتصير طيبة. بس طبعا بناتنا صغنونين الأيام هذه إيش للأسف يجوا يأكل، لا 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 مالي نفس، ما في شيء اسمه مالي نفس، عوضي فتعوضيها. ولا يا دكتور ما تعطيني أكل، أعطيني حبوب. كل شغلهم يعني ما عنده مانع، يبغوا شيء أسهل. للأسف الشديد هذه هي مشكلتنا دكتور هشام، ولكن من جد شكرا على النصائح. يعني أنا أحس أنه إحنا شغلنا ريكوردر وقعدنا نسجل أنا وزميلاتي، من جد أنا كده جالسة وبناخذ كل المعلومات. تعطيك ألف عافية، فعلا أثرتنا في هذه الفقرة، وأتمنى يكون المشاهدين كمان استفادوا. أكيد طبعا، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا احنا رح نطلع فاصل ومكملين معاكم اخر فقره في البرنامج. في سيدتي بعد الفاصل، رياضه الكالستينكس ما هي وعلى ماذا تعتمد؟